بالنسبة لمرض الثلاسيميا، هو مرض وراثي ينتقل من الآباء للأبناء. يتم تحديد المرض عن طريق تحليل رحلان خضاب كهربائي. انتقال المرض بين الآباء والأبناء عندما يكون الأبوين حاملين للمرض أو مصابين بالمرض. يطلب هذا التحليل قبل الزواج للتقليل من عدد الإصابات بمرض الثلاسيميا. بلغ عدد الوفيات بالفترة الأخيرة حوالي 73 مريض، وهي يعتبر رقم عالي مرتفع. السبب هو التهجير والإهمال الطبي. قامت منظومة وطن بالإضافة لعدة منظومات بإنشاء 4 مراكز صحية متخصصة بالعناية بمرضى الثلاسيميا. بلغ عدد مرضى الثلاسيميا حوالي 650 مريض. 4 مراكز تعتبر قليلة بالنسبة لعدد المرضى. والله أنا عندي يعني 5 أولاد، بس الحمد لله رب العالمين عندي بس هاي بهالمرض هذا. يعني أتمنى من الله هيك إن الله يبعث لنا هيك دولة إنها بنت حلال تبعث لنا مشان هالولاد يعني يعالجون، ما نضل كل هالحياة إنه عايشين هين عالدم بس. هون ما في إفادة غير تركيب دم، كل شهر، كل 20 يوم، كل شهر ونص بدنا ننقل الدم. والله هاي هي حالته، ما عم يتحسن شيء فيه، يعني نقل الدم هذا هو ما عم يغير علينا شيء، ما في انه تحسن ابدا، لو انه يعني 1% ما في تحسن. في عندي عدد من المرضى تقريبا شيء بحدود 80 ل 90 مريض، هدول اعمارهم مناسبه يعني بيحسنوا انه يعملوا عمليه زرع النقي، بس طبعا ما خرج يعني لانه صعوبه الطلعه وصعوبه التكاليف، حتى يعني على تركيا صعب الطلعه، كيف ما بالك انه لاوروبا او كذا. هدول ممكن انه نساعدهم يعني، ممكن انه يشفوا يعني يوصلوا لمرحله الشفاء، بس يعني مشان هيك صعوبه الطلع على اوروبا او السفر او التكاليف، فهدول يعني مجبرين انه يضلوا هون وياخذوا العلاج الروتيني لمريض الثلاسيميا اللي هو بس نقل الدم والخالبات.